مثلما ان للتكنولوجيا الحديثة منافعها وفوائدها في حياة الانسان، فإن لها مخاطر وأضرارا على صحته وسلامته البدنية. ومع تنامي ظاهرة تركيب محطات تقوية الاتصالات للهواتف النقالة على أسطح المباني والعمارات المرتفعة في العديد من الأحياء في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، تبرز مشكلة خطيرة تتعلق بآثارها الصحية والبيئية على سكان تلك الأحياء والمباني. والمفترض مراعاتها من قبل شركه الاتصالات اذ ان تركيب هذه المحطات وسط الاحياء السكنيه بصوره عشوائيه دون دراسات مسبقه لمعرفه حجم الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسيه التي لا ترى بالعين المجرده يزيد في احتماليه اضرارها وتاثيرها على جسم الانسان بالنسبة للأبراج، الأبراج الاتصالات أو الأبراج هذه اللي موجودة، يعني كما هو معروف أن موجات كهرومغناطيسية لها تأثير على يعني الإنسان أكيد مباشرة يعني زيها زي ما يكون التلفونات الخلوية زي يعني أي تأثير؟ يعني منظمة الصحة العالمية عندما سمحت بإقامة مثل هذه الأبراج أو تواجدها. في اماكن آه يعني من الضروري انه وضعت مواصفات واشتراطات آه كي يعني الأماكن تواجد هذه الابراج ارتفاعاتها آه مدى مثلا خطورتها او تردداتها او الموجات الصادره عنها بدورنا اتجهنا نحو الهيئه العامه لحمايه البيئه لتكشف لنا حجم الاضرار الناجمه من تلك الابراج والتقينا بوكيل الهيئه. دور الهيئه العامه لحمايه البيئه فيما يتعلق باجهزه البث الخاصة بشركات الهواتف النقالة هو دور رقابي تعنى فيها الهيئة العامة لحماية البيئة من أجل الحفاظ على صحة البيئة بشكل عام سواء صحة الإنسان أو البيئة بشكل متكامل دور الهيئة في هنا يكمن في أنه استقبال الشكاوى التي تأتي آه، لم نصل طبعا إلى تلك المرحلة التي آه، أن تلتزم الشركات المنفذة بعمل تقييم أثر بيئي يعرض على الهيئة العامة لحماية البيئة والذي نحن في صدده بشكل عام تقييم الأثر البيئي بشكل عام في لكل المشاريع سواء كانت صالات أو غيرها إحساس المواطنين بخطورة هذه المحطات على صحتهم وسلامتهم دفعت بعضهم للاتجاه إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية ضد شركات الهاتف النقال كما في هذه القضية المنظورة أمام محكمة شرق الأمانة ضد محطة التقوية المركبة في إحدى مديريات العاصمة الأمر الذي دفع محكمة شرق الأمانة إلى انتداب خبير للمعاينة ومطالبة وزارة الاتصالات بتسهيل مهمة هذا الخبير المنتدب بإجراء الفحص الفني والإشعاعي لتلك الأبراج هناك لائحة معينة وهناك قوانين صدرت في عام 2002 بموجبها يتم إنشاء هذه الأبراج في أعلى أو في مباني مرتفعه واشترط ويشترط هذه اللائحه والقانون أن يكون هذا البرج أو أي برج للهاتف النقال في مرتفع عن الأرض بمستوى 15 متر عن عن سطح الأرض وهناك أيضا رقابه من الوزاره على هذه الأبراج فيما يتعلق ب في الذبذبة او الطاقة الكهرومغناطيسية او الكهربائية المنبعثة منها وبين حديث الجهات المختصة عن دورها الرقابي وشكاوى المواطنين من تزايد المخاطر المحدقة بهم يبقى الامل في ان تقوم شركات الاتصالات بالرقابة الذاتية ومراعاة الجوانب الصحية في كل خطوة تقوم بها لتحديث معداتها وان تقوم الجهات المختصه بواجبها في حمايه صحه المواطنين من مثل هذه المخاطر